سعيدة بلقائكم مرة أخرى مشاهدي لوديجي تي في ومستمعي لوديجي راديو. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي رونديفو ديزارتيست، موعد اليوم مع فنانة متميزة بإحساسها الراقي أدت خالدات الأغنية المغربية والشرقية وهي طفلة لم تتجاوز 8 سنوات، فانطلقت موهبتها تحلق في سماء الطرب، تحدت الصعاب والعراقيل لتسجل اسمها بقوة في الساحة الفنية، أنتجت أبدعت وأطربت، حكايتها كلها تشويق وإثارة. ضيفة رونديفو ديزارتيست، سفيرة الإحساس وسفيرة الطرب، الفنانة المتميزة ابتسام فتحي. مرحبا بك معنا، شحال هذه ما تلاقينا، متابعين بعضياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم الحمد لله انا كنتلاقى مره اخرى مع ابتسام فتحي. مرحبا بك. الله يبارك لي فيك، شكرا على الترحاب وعلى حفاوه الاستقبال، وسعيده بتجديد الوصال ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الحلقه تكون خفيفه ظريفه على قلوب المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله. ابتسام، مسار فني عندك جد متميز، مسار كله تشويق، مسارك قصه تستحق الروايه. طبعا اكيد قصه الطفله اللي عانقت يعني الغناء واحتضنتك الساحه الفنيه بحفاوه، بحيث ملي كان عندك 10 سنوات شاركتي في برنامج المسابقه نجوم الغد، وكنتي ديك الطفله اللي كسبت يعني محبه وقلوب لجنه التحكيم. واش هذه التجربه كانت هي الفتح بالنسبه لابتسام فتحي؟ ما غنعتبرهاش تجربه الفتح، لان كانت في سن مازال ما وصلتش للنضج الفني ولا النضج يعني المعرفي، ولكن كانت بمثابه تعريف عن ابتسام فتحي وتقديمها للوسط الفني، فكانت هذيك الانطلاقه كيف قلنا. ومن بعد لان حتى في ذاك البرنامج كانوا ما داروش اعتبار لسني، لان يعني كنت انا الطفله الوحيده الصغيره، كنت صغيره، انا الطفله الوحيده اللي حضرت بمنافسه الكبار انا ذاك في ذاك في ذاك السن، لان كانوا الاطفال كيستقبلوهم غير كضيوف شرف، فانا بحكم صوتي كان كبر مني ما شاء الله حضرت بمنافسه الكبار، والحمد لله الكل كان كينوه بيا، والكل كان كيقول لي ان شاء الله غتكون هذه الانطلاقه. وكيفاش جاتك الفكره انك تمشي تشاركي وانت يلا عندك 10 سنوات؟ زعامه هذه لا زعامه ماشي من عندي من عند من؟ الوالده هي اللي كانت اكتشفتني كنغني، وهي اللي صقلت موهبتي، وهي اللي احتضنتني. وش نقول لك، يعني كنت يلا في بدايه يلا اكتشفتني، يعني كنت يلا اكتشفت مكان غني الدندنة ديالك. ويلا تسجلت في المعهد، بديت الدراسة، فكان في المعهد جاو
جاو كيعلقوا السبوت ديال معذرني كيعلقوا لي زافيش ديال هذاك البرنامج. نعم. فقالت لي واش تدخلي الغمار المسابقه؟ قلت لها علاش لا، خديتها تحدي واخا كنت مازال ما حافظاش ما عنديش ريبرتوار. القطعه الاولى اللي حفظتها هي اللي شاركت بها. شنو هي القطعه اللي شاركتي بها؟ شاركت النوبه الاولى فاش مشيت نشارك كانت يلا بنت اصاله بسامحتك. وكان الكل كيجي كيغني سامحتك في ديك المقابله في ديك المسابقه، وانا الطفله وكانوا بزاف اللي دازوا قبل مني كيغنيوا سامحتك، يعني لدرجه ان الجنه صافي بداو كيملوا هاد سامحتك. عطيتي لهم فيرسيون طلعت اخرى، قالوا ربما بقاو كيشوفوا في قال لي شنو تغني، قلت لهم سامحتك وبقاو كيشوفوا فيا. كان السي سعيد مكودي وكان استاذ عتيق بن شيكر وكان عقل السي الاستاذ الحاج يونس. نعم. فبقاو كيشوفوا بعضيا وقالوا ما نعرف ما تفروش الكبار ممكن يطفروا اصغر. سمعوا سامحتك. سمعوا سامحتك. نعم. طلعت غنيت سامحتك عجبتهم. ديك الساعه قالوا لي راه غتكوني من بين العشرة اللي غادي يتخذوا من مدينه مكناس. قالوا لي ولكن واش حافظه شي حاجه مغربيه؟ قلت لهم ديك الساعه انا ما حافظاش، يلا كنشوف كنسمع ماما. يلا حفظتي ديك سامحتك باش تجي تشاركي بها. يلا حفظت سامحتك باش نجي نشارك بها. وماما كانت فاش كتكون كتقضي المقاريب البيت وداك الشيء كتبقى كتردد يا اللي عزيتي فينا الغافل. وانا غير سامعاها. وبديك الزعمه ديالي قالوا لي حافظه شي حاجه وانا ما عمري سمعتها من عند مولاتها، ما عمري غنيت، ما عمري زعما ما عنديش فكره عليها غير غير بالسمع. قلت له اه حافظه يا اللي عزيتي فينا. بقاو كيشوفوا غادي يزوقوا زعما كيف عقل هذا الجيل هذا مازال صغيره وجدات اغنيه من القاع الخابيه. فغنيتها غنيت ذاك المقاطع وما يقولوا لي صافي هذه هي اللي غادي تشاركي بها في المسابقه. ممتاز ممتاز. والله العظيم هذا شيء مشرف وشيء جميل. ابتسام تيتي الغناء انت باقا صغيره ولكن بديتي لعمالقه الطرب العربي والمغربي من العاصمه الاسماعيليه. وبدات الشهره ديالك وانت باقا صغيره. وطبيعه الحال اي موهبه كان لابد لها من الصقل والاحتكاك يعني برواد الفن وبالفنانين كبار. واش لهذا السبب الاسره ديالك تقرر انها يعني تجي وتستقر مدينة الرباط للبحث عن آفاق جديدة والتكوين الأكاديمي؟ هو التكوين الأكاديمي كان بدأ في مدينة مكناس. أنا قريت في المعهد البلدي وكيف قلتي انطلقتي كانت مع يعني البدايات كانت عبر الجمعيات اللي كانوا معروفين تما أنا ذاك جمعية السنابيل، جمعية رواد الفن، جمعية جسور السلام. وخلاص والحفلات المدرسية في البداية. من بعد كيف قلتي من بعد فاش طليت في المسابقه نجوم الغد يعني كنا كنقولوا لان مدينه مكناس ما كاينش افاق تما بالنسبه لمدينه مكناس. فقلنا الاقرب لنا هو ان خاصنا نجيو ننتقلوا للعاصمه لان هي تما مركز الاذاعه، مركز تعرفوا يعني الفنانين، البحث على الافاق جديده، البحث على الافاق اوسع واكثر الانتشار. فهذه هي الفكره كيف قلتي. نعم هذه نعم نعم. وابتسام يعني ما بقيتيش يعني مقنعك غير انك شاركتي في برنامج نجوم الغد، بل كذلك شاركتي في مسابقه اضواء المدينه وتسلطوا عليك الاضواء اكثر واكثر وفزتي طبعا بعده جوائز في الغناء الى غير ذلك. واش هذا كان تحفيز اكثر للاحتراف باش تبداي مسيره الاحتراف؟ وهذا الشيء اللي ذكرناه كله راه كانت مسيره احتراف. نعم. يعني غير جا داك الشيء بالتتابع والترتيب. يعني من بعد نجوم الغد انطلقتي الفعليه بعدا عن طريق البرامج ديال المسابقات الهواة، كان عن طريق برنامج نادي الشباب ديال الاستاذ مولاي احمد العلوي. نعم. هذه كانت الانطلاقه الفعليه لان كنت وصلت النضج فني. كنت ديك الساعه شاركت كانت عندي سن تقريبا شي 15 عام هكا ولا 14 عام. فكان من تما الانطلاقه. من بعد تولت مشاركتي كيف قلتي وقبل من هادو بعدا في برنامج من بعد نجوم الغد كان برنامج اذاعي مع الاستاذ عز الدين منتصر، برنامج ابداع فاس. كان ديك الساعه فاس. من بعد كان مفروض خاص تكون انطلاقه فعليه بعمل اللي غادي. نعم. يعني يبين سميت ابتسام فتحي. كانت انطلاقتي الفعليه في مهرجان الاغنيه المغربيه مع النقابه الحره. فكانت مشاركتي مع الاستاذ جلال بن مهدي الله يرحمه الله يوسع عليه انطلاقه فعليه. عمل كانت نتجاتو ليا نيت كان ديك الساعه مازال الجوق في الاذاعه. فكنا سجلنا نيت تما سجلنا في الاذاعه نيت وشاركت به وحصلت به الجائزه. ومن بعد شاركت في اضواء المدينه في مهرجان اضواء المدينه في مهرجان ترتيت انترناسيونال مهرجانات عده بصراحه مهرجان حد كورت.
وصافي وكانت الانطلاقه الفعليه يعني بعد سهرات. دابا اللي كنشوف بان كان عندكم مجموعه ديال المشاركات في تظاهرات فنيه مختلفه، بغيت نعرف كيفاش كنتي كتوفقي ما بين المشاركه ديالك يعني في التظاهرات يعني وما بين الدراسه ديالك. وهي راه ما كانتش غير الدراسه، الوالده كانت باغاني نجيبها في القلم والقدم والنغم. قالت لي خاصك تجيبيهم فيهم كاملين. هو كنا كنتقاتلوا ولفنا لا شارج من الصغر. الحمد لله انا كنت سباحه كيف قلت لك، كنت مع نادين المكناسي. تبارك الله سباحه مزيان. كنت سباحه ما شاء الله سافع. هذه ما عنديش. هذه انا دفسالك. هذه ما بخبريش زيد لالا. كنت سباحه وكنت اتليت، كنت كندير سميتو الاتليتيزم ودرت لا جيم، ولكن السباحه هي اللي كانت بشكل احترافي موازات مع الدراسه. هي النوبة الأولى الوالدة ديالي وجهتني توجيه في الحقيقة رياضي، وخا عرفتني كنغني وجهتني توجيه رياضي في الأول. وأنا كنت عاجباني الرياضة، ولكن كان دائما عندي ذاك الجانب الفني هو اللي طاغي فيا، ولكن هي ما بغاتش توجهني ليه، كانت تتسناني أنا نختار. مزيان. وبالفعل انا اختاريت. لا لا مزيان. جيت لان قلت لها بغيت الفن، قالت لي اوكي الا بغيتي الفن خاصك تبداي الدراسه. وبديت الدراسه الاكاديميه كيف قلت لك، عندي كان الدراسه وكان الفن وكان السبور. هو ما نقولكش المساله سهله، صعيبه شويه، صعبه اكيد صعبه، ولكن الحمد لله ضروري شي حاجه، يمكن شي حاجه ما كتعطيهاش حقها على ما اظن، وشفت ملي كتاخذي المجال بطريقه احترافيه. لان انت عارفه الفنان كثير التجوال كثير الترحال، هذاك الشيء علاش فالمساله كتكون صعبه. ولكن الحمد لله الرياضه مشات 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 فواحد 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 السن اللي كان نيت غادي تمشي، لان كانت يعني كيف كنقولوا مقيده بواحد السن معين. يعني حبستها في سن تقريبا انتقالي من مدينه مكناس لهنا للرباط. نعم. وكنت عارفه بان ما عندهاش افق. لا هو اي حاجه اي مجال عنده الافاق ديالو، غير خص تعطيه وقته والاجتهاد اكثر. صح صح، ولكن افاق السباحه محدود نسبيا. كان ممكن نقولوا لو كنت بقيت في الاتليتيزم ممكن، لان الرياضات اللي هي شويه صفه العداء ما غنحق ما صدقش انا اي صفك سي قريش في برنامج البهر ولا في الكرينتا. ولكن الحمد لله ما نقولكش وصلت دراستي للاخر، ما قبضتش الاجازه، ولكن عندي الدق وكنفكر انني تكملي. نرجع نكمل. مزيان خبيه شيء جميل. اخر الاعمال ديالك ابتسام كانت اغنيه شوف ليام، هذه هي اخر اصدارات ديالك. نخليكم مشاهدينا الكرام مع اكسترا من اغنيه شوف ليام، ونرجع لكم ما تمشيو فين. شوف ليام كيف لقتنا، شوف وشوف شحال لعبت الظروف، من كان يصدق ويقول بعد الغيبة الفراق يكون، ذاك السحر اللي كان يزول يبقى في زين غير الحروف، ذاك السحر اللي كان يزول يبقى في زين غير الحروف، وشوف الماضي في عيني. ابتسام شوف ليام، شوف ليام عمل جميل جدا، اعطينا فكرة عليه، قربنا اكثر منه. كيف جات الفكرة اصلا لهذا شوف ليام؟ عنوان جميل جدا. شوف ليام اكيد والعمل التهاب واحد هيك شوف ليام عرفتي كي عاودتيها. يا كلاباش اش واقع؟ اش خصنا نشوفوا شي حاجة ما عارفيناش؟ لا لا، ولكن هذا المسار هذا شفت فيه كثير. واخا هضري لنا على الاغنيه ونشوفوا شنو شفتي اختي. اخا لا لا جبتيني. لا ولكن اي حاجه كتشاف والا كتضيف لك. نعم كتضيف. نعم. لك وكتكون شخصيتك والحمد لله، يعني كله خير. انا انا دائما اي حاجه كنمر بها الا وكان كان عندها خير كل جيبه. نعم طالما انها ما كتخليش اثر سلبي الحمد لله. نعم. وهذه الاغنيه كيفاش جات الفكره ديال هذا العمل؟ الفكره انا كنت عملت مع الاستاذ والمايسترو الكبير مولاي رشيد الركراكي في توزيع واحد الالبوم. وهو لما مشيت لعنده اقترحت عليه الاعمال اللي غادي يوزعهم، هو هداني
هداني قطعة لأن هو يؤمن بموهبتي ويؤمن بصوتي. هو فنان جميل. كبير أوي لا فنان كبير ويقدر الفنانين وكنوجه له تحية من هذا المنبر. فهو هداني ذاك العمل بصراحة. أنا ما كان عارفش الكاتب ولكن عرفته من خلال كلماته ومن خلال نعم. وهو فنان كبير هو شاعر كبير كنوجه له تحية هو الأستاذ سي محمد رياحي. هداني القطعة عجبتني بصراحة وضفتها للألبوم نيت. هذا الألبوم اللي عرفت بأنك موجودة واحد الألبوم مي كل مرة كل مرة كنخرج سينجل سينجل مزيان الفكرة هذه زوينة ولو كيديروها كاع الفنانة أحسن ما كتخرج الألبوم قاعدة حتى أغنية ما كتاخذ حقها مي ملي كتبدا كل مرة كتعطي للمتلقي أغنية كتاخذ ديك الأغنية الحق ديالها ومن بعد أنت غادا إن شاء الله. وأنا من منبرك إن شاء الله غادي نحاول نتواصل معاه ولا يرشيد باش نخرجوا العمل الجاي إن شاء الله. إن شاء الله لا يتفرغ ليا إن شاء الله. لا لا غادي يسمع الحوار ديجا وهو دابا إن شاء الله وصلاته وإن شاء الله غادي يخرج. ابتسام في إحدى الحوارات ديالك سمعت واحد الجملة قلتيها بأن الأغنية ملي كتكون هادفة كلمة لحنا أداء ما كتاخدش حقها. علاش علاش قلتي هاد الجملة هادي؟ أنا براسي كنسأل هاد السؤال ياك أختي وكنتسنى شكون اللي جاوبني عليه ولكن علاش جاتني ماشي ملي ما كتكون هادفة وإنما أنا كنهضر على أغنيتنا ذات الهوية المغربية أغنية الستينات اللي حنينا ليها يعني هذه هي اللي انا كان اخذ الجهات المعنيه على تواجدها بقوه. فبغينا اغنيتنا تحيا من جديد. انا ماشي ضد التوزيعات الجديده ماشي ضد الاعمال الجديده بالعكس انا 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 ضد الابتذال وضد انني اغنيتنا تفقد هويتها هذه اللي ضدها. ما انا بالعكس نغني اغنيه جديده نغني لان الفن ما عنده حدود فكان نغني جميع الانماط وانت كتعرفيني بانني كنغني جميع الالوان جميع الانماط الغنائيه كتغديهم كنغني جميع الالوان كلمة شبتة ما شاء الله عليك بالاغنيه الهادفه الطروبه في جميع الالوان هذه حاجه كتحسب لك. ايوا ما كرناش لاله دابا بما انك متشبته بالاغنيه المغربيه الهادفه والطروبه تسمعينا شي حاجه على الراس يلا تفضلي. هو دائما كنطل كنغني اغنيه مغربيه فهاد المره رسيت اننا نغنيو شي حاجه طربيه مرحبا تفضلي. سالوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب واخدها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوني. غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى وبكاني الهوى لا أول مرة ما منكن سوا. الله. سألوني الناس على إحساس ابتسام فقلت لهم إحساس عالي عالي جدا وجميل ما شاء الله عليك ابتسام. ابتسام من بداية المسار ديالك لحد الآن وانت المخلصة الوفية لمدرسة الطرب العربي والمغربي والدليل كذلك حتى في الإنتاجات ديالك كنلقاو هذاك التشبت ديالك والمحافظة على الأغنية المغربية الأصيلة بالألحان ديالها وبالموازين ديالها. وحنا كنشوفوا ما شاء الله قدامنا فنانة شابة والكل يتساءل وأنا كذلك أتساءل يعني في كلقوك متشبتة بالأغنية المغربية الأصيلة وفي المقابل فنانين شباب في العمر ديالك كينتجوا أغاني شبابية عصرية علاش أنت ما درتيش هاد؟ لا أنا كيف شرت لك ليها أنا ما عنديش زعما بالعكس حتى الأعمال العصرية غير وكان الواحد كينتقي الكلام اللي كيناسبو والجملة اللي فيها اللي غنحسها اللي فيها ما يغنى فهذا هو اللي كاين زعما انا ماشي ضد الاعمال الجديده ولا ضد انا فقط كنتقي اللي كيقيسني واللي كيهزني واللي كيطربني والكلام فبالعكس وحتى في داك الالبوم اللي هدرت لك عليه راه كاينين اغاني بتوزيعات جديده ومواكبه لما هو موجود ف
فدابا تسمعوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في اول يعني الانتاجات ديالك تعاملتي مع ملحنين كبار اللي مدوا لك طبعا يد المساعده، بغينا نعرفوا شكون هما هاد الفنانين اللي ساعدوك بدايه المشوار الفني ديالك. بدايه اللي تعاملت معهم في الالبوم نيت اللي هما كلهم هداوني، لان كيف قلت لك كيامنوا بموهبتي فكانوا كيعطوني، وماشي غير اللي تعاملت معهم بل حتى اللي مازال ما تعاملت معهم كلهم يعني كي بصدر رحب كلهم كيتسناوني غير ندق بابهم. كيقولوا لي زعما حنا كنامنوا بموهبتك، خذي اجمل ما يعني اللي بغيتي خذيه من عندنا وحنا مستعدين نتعاملوا معاك، فقط تكلفي انت بمساله الانتاج. فهذا هو اللي مخليني يعني واقف بهذا انت عارفه. ولكن شكون هما هاد الفنانه اللي نبدات ابتسام وما معاونينها مسان ديالك كفنانين؟ كاين الاستاذ عزيز المنتصر، كاين الاستاذ احمد سكوري، كاين مولاي رشيد الركراكي نيت، كاين عزيز حسني، الاستاذ عزيز حسني، توفيق حلمي المصري الله يرحمه، هذا كاع مسكين هو على فراش الموت يعني كيستدعيني باش يتنازل لي على جوج القطع وعلى فلاش الموت الله يرحمه. الله يرحمه فاطمه. الاستاذ جلال بن المهدي قيدهم الفنانين. كاين شكون اخر؟ استاذ نبيل جايته هو عزدي الوشيري ما شاء الله خير. اسماء كبيره وزينه. الاستاذ عبد الله عصامي حتى هو كيتسناني غير نمشي ندق عليه، اللي كنتمنى له طول العمر من هذا المنبر وكيشرفني، وانا نتمنى انه يكون في مصاري وفي تاريخ فني. نعم تكون عندك شي عمل لان هاد الفنانين هادو ما يتعوضوش، وهما هما الاصل. نعم لو بيتون ارمي ديال الفنان. هما الاصل. هما الاصل. نعم تبارك الله عليك والله يوفقك ان شاء الله. ابتسام اللي كنعرفوا انه من بدايه المسار ديالك الفني الى الان وعندك واحد سبونسور اوفيسيال ديالك، انا عارفاه لان اللي مدلك يد المساعده مني بديتي الى يومنا هذا، ودائما السند ديالك ودائما معاونك. انا كيف قلت لك انا عارفه شكون، مي بغيت المشاهدين الكرام يعرفوا وتوجهي له رساله عبر الكاميرا. تفضلي. انا من دائما كنعرف بها في جميع لقاءاتي كنذكرها. يلا لله عبر الكاميرا المشاهدين اوب جي تي في. الله يطول لها العمر الوالده ديالي الله يحفظها. يعني مهما قلت ومهما شكرتها ومهما تكلمت عليها ما غاديش نوفيها حقها، لان هي اللي اكتشفتني، هي اللي حضنتني، هي اللي دعمتني، هي اللي صقلت موهبتي، هي اللي تقاتلت في هذا المجال رغم صعوبته. نعم هي اللي حمتني من هذا المجال، وانت كتعرفي بان هذا المجال صعب. فالحمد لله كان عندي اكتفاء ذاتي في الوالدة ديالي. الحمد لله الله يحفظها، وكنوجه لها تحية من هذا المنبر. تبارك الله عليك لالا الله يحفظك والله يمتعك برضاها. تبارك الله عليك. ابتسام سمعناك في الأغنية يعني الشرقية، ونسمع شي حاجة مغربية؟ نسمع شي حاجة. وانت راكي كتحمقي على الأغنية المغربية. نغني لكم شي حاجة من الألبوم اللي غادي ننزلوه إن شاء الله. يا سلام، حصرية هذه غتكون حصرية إن شاء الله. تفضلي يلا تفضلي. مرحبا. كاين اغنيه بصراحه ما عمري غنيتها انا، كنت غنيت مجموعه من الاغاني من الالبوم، ولكن هذه قصيده. شكون الكلمات ديال شكون اللي كاتبها؟ ما كيحضرنيش الكاتب، واخا شكون اللي ملحن لك؟ حيت القطعه تعطات ليا من الاستاذ عزيز حسني. الاستاذ عزيز حسني. كنظن الكلمات جباري، الاستاذ جباري. هي بعنوان نسي الود. نسي الود. نسي الود. نعم هي قصيده حين تلقى اللي كينسى الود. ابتسام ما اكثرهم في الوقت. والله يبعدهم علينا. امين الله يبعد. شو عرفتي ديك الكلمه اللي قلتي ليها؟ يعني كاين بزاف الناس اللي نساو الود ديال ابتسام. طريقة بالجوابتي. والغريب في الأمر أن في وجهكم شاه وفي ظهوركم أفعى. هذا هو. والله يبعدهم علينا. هذا ما كان لا في وجهي ما كينساونيش، ولكن الواقع يعكس النسيان. زوينة هذه عندك يا لالا زوينة. يلا تفضلي. نسي الود. يلا نستمع. نسي الود فمالي حيلة تسعف بالي، نسي الود فمالي حيلة تسعف بالي، هجر العشاق وليلي وارتضى لي
سوء حالي وتوارى لا يبالي 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 بعذابي وسؤالي فإلى أين سأرحل وأنا لا أتحمل ولهيب الشوق ينهل وهموم الليل حنظل فإلى أين سأرحل وأنا لا أتحمل ولهيب الشوق ينهل وهموم الليل حنظل لست أدري غير أني سأعزى بالتمني لست أدري غير أني سأعزى بالتمني خان حبي خان حبي خان حبي ورمى بي في جحيم من سراب كيف ينساني ويجفو وأنا من كانت تهفو كيف ينساني ويجفو وأنا من كانت تهفو لبريق في ثناه ولهيب في هواه. يا سلام، لا ترحلي يا ابتسام لأننا لن نتحمل. ما شاء الله عليك. بارك الله. جميل جميل جدا. شكرا. يعني كلمة ولحنا طبعا وأداء، كلمة جميلة جدا واللحن شكرا. كذلك والأداء لا يناقش. ابتسام إلى الآن واش انتيا كتشوفي راسك راضية يعني على المسيرة الفنية ديالك؟ واش داك الشيء يعني اللي كنتي كتطمحي ليه في الشهرة والاحتراف حققتي أو لا مازال شي حاجة مازال ما وصلتيش لها؟ الحمد لله أنا راضية على كل خطوة كنت كنخطيها، كل خطواتي كانت بطيئة ولكن البطء ما كيرجع ليش كانت بيتابت. نعم بيتابت بيتابت قال لك واطي كل خطوة يمشي ملكا. كيغيظني الحال أنني أستحق أفضل من اللي أنا وصلت له بصراحة. ولكن هنا المسألة هاد. ولكن أنا براسي كنت سأل ولكن شنو اللي مخليني أنني مازال يعني نجمة، ولكن نجمة مازال كيطلع. لا تبارك الله الحمد لله. يعني ابتسام فتحي نجمة نجمة الحمد لله. كتشوفي راسك ما واخداش حقي بالشكل الكافي اللي أنا أستحق صراحه. علاش واش ما كنطبقيش البيبان؟ لا بالعكس، انا درت كل ما في جهدي ودرت كل ما عليا ودقيت جميع البيبان، فالمساله ما كتتعلقش بيا انا، كتتعلق بالجهات المعنيه وباللي مفروض خاصهم يقوموه يعني اللي خاصهم يشوفوا هاد الفنانين اللي عندهم ما يتقال اللي عندهم ما يتقال واللي مفروض خاصو يكون بقوه في الوسط الفني ويكون مسلط عليه الضوء واللي كيشرف واللي عندهم اغاني هادفه جميله وتشبتين بالاغنيه المغربيه الاصيله. هادو ما اللي خصنا ندعموهم اكثر واكثر، تشبتين في خير بلادهم ما يهديه الغير، والكل كيعرف هاد المساله هادي. خيرنا ما يديه غيرنا انا كنت دائما مصره ان انطلاقتي تكون من بلادي. نعم. فدرت كل ما عليا وكنجتهد على قدر امكانياتي اللي هي متاحه، وانتم كتعرفوا بان هذا الوسط شويه صعيب. صعب ماشي شويه، صعيب 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 صعيب، وكيزيد صعب على الفنان اللي هو عندهم بدأ مبدأ عندهم بدأ. وابتسام دونك على حسب اللي فهمت دونك ابتسام عندها مبادئ كتلقى صعوبات؟ أكيد. يعني الواحد إلا ما يلقاش صعوبات ما يلقاش عنده مبادئ؟ باش ما يلقاش صعوبات
وهنا تخليني في الدوامه انا نهضر على راسي فوالا دونك طونكو ابتسام عندنا مبادئ هذاك الشيء اللي ما خرج داك النجم يبان مزيان ويلمع مزيان اه صافي لان هذا المجال خاصك تقدم فيه تنازلات باش نكونوا صريحين التنازلات شويه ريسك وكانت التنازلات كتقتضي غير ما هو مادي الا يخليك اللي كتجي في الماده رخيصه كتجي على حساب توجهك الفني على حساب توجهك الانساني على حساب مجموعه الحوايج مجموعه الحوايج باينه مفهومه الميساج وصل واخا ابتسام من الطفوله ديالك الى يومنا هذا وتبارك الله كما قلنا الاسم ديالك غادي وكيلمع ما تقوليش لا انا ما نو غادي وكيلمع والدليل ان يعني عندك مجموعه ديال المشاركات مجموعه ديال التظاهرات والحفلات المهرجانات الى غير ذلك واش نقدروا نقولوا يعني هذا الانشغال ديالك هو اللي خلاك تكوني ناقصه شيئا ما في الانتاجات ديالك؟ لا ما عمري كنت زعما منشغله على مجالي وعلى بالعكس انا من دائما المشكل اللي طرح لي النقص في اصداراتي هو الجانب المادي الجانب الانتاج واما بالنسبه للسيد عائلي مهرجانات تستدعينا ولكن ماشي بقوه بديك القوه اللي المفروض خاصني نكون حاضره فيها مهرجانات بدايتي انا راه تقريبا من غمواتي ما رجعت طليت في القنوات الرسميه رغم انني كيف قلت لك راني بنت الدارين بنت الاولى وبنت الثانيه انطلاقتي كانت في الاولى في بدايتها ملي كانت مازال بالمرموز والاولى عاوتاني دزت مع جميع الاعلاميين والصحفيين الكبار يعني لا سميرة الشهاب لا من سنهان عمور لا من فاطمة النوالي لا من السيد بوعناني الله يرحمه فهذا هو اللي انا تضرني يعني كان مفروض انني خاصني نكون دائما حاضره بقوه فهذا هو نتمنى ونرجع نطلب لا شيء لا يمكن يعني بحد بعض البرامج كيخلي ان الفنان يمشي يعني يقدم نفسه فوالا بغيت ندير ان باساج نو كديرش هاد المحاوله درت شوف امتى كديري المحاوله لما ما كيكونوش عارفينك الجهات المعنيه وهما كيعرفوني وكيعرفوني لا بد من التذكير ايه التذكير هذه ضروري لا انا جات واحد الفتره ديال انني كنت شي شويه مقلقة ماشي مقلقة وإنما واخدة على خطري لأن كنشوف كيجيو يعني كيجيو وحدين من 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 لا شيء كيوليو نجوم وأنا أسبق وأنا أحق وأنا أسبق وأنا أحق فكنلقى راسي مازال في بلاصتي ماشي مازال في بلاصتي بل مقيدة من 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 ناحية تسليط الضوء لكن أنا دائما أشتغل وأمتهن مهنتي غير هو في الخفاء بدون تسليط الضوء فهذا هو اللي خلاني انني بقيت ثابته في بلاصتي لا ان شاء الله الخير وامام وانت دابا مع نفسك اللي عرفتي شحال من ضوم سلط عليك الاضواء كلها سلطة عليك ايوا ان شاء الله تبقى دائما الحمد لله ربي يخليك ومنورنا والحديث كان معك جد شيق وممتع انا حقا ما سخيتش بك انا ما سخيتش بك ولكن ما عندنا ما نديرو ولكن ان شاء الله يكون عندنا لقاء اخر ملي تخرج شي اغنيه اخرى طبعا اكيد الاغاني غادي يدوزوا عندنا في لوديجي راديو بطبيعه الحال كيف كيدوزوا مجموعه ديال الاغاني ديال مجموعه ديال الفنانين واكيد كذلك اذا كان شي كليب ولا شي حاجه غيدوز في لوديجي تي في قبل ما نختموا ابتسام بغينا كلمه للجمهور ديالك الكاميرا قدامك تفضلي بعدا اول حاجه كنشكرك على الاستضافه وعلى الاريحيه اللي كتحطينا اللي كتحطي الضيف ديالك انه كيكون مرتاح في الحوار ولا احترافيتك ما شاء الله عليك وكنتمنى لك التوفيق والاستمراريه الدائمه ان شاء شكرا الله شكرا والجمهور شنو كتقولي له تفضلي اكيد انا دائما كنشكر جمهوري لان الاولاه لما ما كنتش غنبقى مستمره لان الكل الحمد لله كنشكر كل واحد كيقول كلمه طيبه في حقي وكيشد على يدي وكيقول لي استمري واجتهدي وان شاء الله يعني دائما كيصبروني بهاد الكلمه هذه كيقولوا لي شوفي انت نجمه عندنا ونجمع عند الكل واكيدين انك غتوصلي النجوميه اللي انتيا كتبتغيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا ابتسام كتشكر الجمهور ديالنا وحنا كذلك بدورنا نشكر الجمهور الكريم على حسن المتابعه ومن خلالكم كنقدموا تحيه كبيره لمخرج البرنامج ايت بن الحسن محمد وكل الطاقم التقني والفني وفاء وهبه وندى نعيمه ام لدين كتقول لكم تبارك الله عليكم